بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج 3 بلاك كراوس، الغربان الثلاثة السود. هنتكلم عن هذا النموذج من خلال التطبيقات في صورة أمثلة عملية على الشارت التعليمي. هذا النموذج من النماذج النادرة لكنه وارد الحدوث، ولذلك فمن المهم جدا معرفة كيفية التداول به عندما يتكون. مبدئيا هذا هو الشكل العام لهذا النموذج، واضح أنه يأتي بعد اتجاه صاعد ويتشكل من ثلاث شموع بيعية وراء بعض، ويكون غالبا في الاتجاه الصاعد فقط. طيب، ما هي شروط تكون هذا النموذج؟ يوجد 6 شروط لكي يتكون هذا النموذج ولكي يتفعل ولكي يتم التداول به. الشرط الأول، يجب أن يكون السوق في مسار صاعد فقط لا غير، حتى ولو كان هذا المسار قصير. الشرط الثاني، يتشكل النموذج من 3 شمعات بيعية ممتلئة، يعني ليست صغيرة جدا بس ممكن تكون كبيرة. الشرط الثالث، تكون هذه الشموع متتالية يعني وراء بعض، واليابانيون يسمونهم 3 غربان سود كنذير شؤم لعكس الاتجاه السابق. أما الشرط الرابع هو أن تفتح كل شمعة داخل نطاق الشمعة التي قبلها وتغلق أسفل منها. لو لاحظت على الشرط إن الشمعة الثانية فتحت داخل نطاق الشمعة الأولى وإغلاقها أسفل الشمعة الأولى، ونفس الحال في الشمعة الثالثة. أما الشرط الخامس، كلما أغلقت الشمعة التالية أبعد من إغلاق الشمعة التي قبلها كلما كان النموذج أكثر مثالية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه كما نرى على الشرط، الشمعة الأولى واضح أنها شمعة بيعية والشمعة الثانية فتحت داخل نطاقها. لو أغلقت عند هذا المستوى يعتبر نموذج صحيح، ولكن كلما ابتعدت عن سعر افتتاحها، كلما ابتعد سعر الإغلاق عن سعر الافتتاح، كلما كان النموذج أفضل وفيه مثالية في هذا النموذج، ونفس الشيء مع الشمعة الثالثة. أما الشرط السادس والأخير والأهم هو متى يفعل هذا النموذج؟ هذا النموذج يفعل ابتداء من الشمعة الرابعة دون الحاجة إلى انتظار إغلاق هذه الشمعة. في العادة إحنا بالنسبة للشموع الإنعكاسية، إذا كان النموذج يتشكل من شمعة واحدة فأنت محتاج تشوف إغلاق الشمعة الثانية كشمعة التأكيد على اكتمال شروط النموذج. وكذلك إذا كان النموذج مكون من شمعتين فأنت محتاج تشوف إغلاق الشمعة الثالثة، وتسمى في هذه الحالة شمعة التأكيد اللي بعد النموذج مباشرة، وهكذا. ولكن في نموذج الغربان الثلاثة السود تستثنى، خد بالك كويس قوي، تستثنى هذه القاعدة، لأنه أصلاً الشموع بتكون وراء بعض، كأن كل شمعة تؤكد على الشمعة التي قبلها باستمرار الاتجاه في الهبوط. ولذلك فإن افتتاح الشمعة الرابعة بالنسبة لي هو نقطة الدخول إذا كان يصادف مثلاً مستويات مقاومة. تخيل معي هذا السعر صاعد وصل معي لمستويات مقاومة محترمة ومهمة، وشكل نموذج الغربان الثلاثة السود يتكون. في هذه الحالة أنا مش راح أدخل من منطقة المقاومة مباشرة، لأن هذا غلط، لأن ممكن السعر يخترق منطقة المقاومة. وعشان كده فإن افتتاح الشمعة الرابعة بالنسبة لي هو نقطة دخول إذا كان يصادف مثلا مستويات مقاومة. تخيل معي هذا السعر صاعد وصل إلى مستويات مقاومة محترمة ومهمة، في هذه الحالة أنا مش راح أدخل من منطقة المقاومة مباشرة، لأن هذا غلط،
لأن من الممكن السعر يخترق منطقة المقاومة. أنا هستنى لما يتكون النموذج اللي قدامي ده، اللي هو شكل نموذج الغربان الثلاثة السود، ثم أبتدي مباشرة أدخل من الشمعة الرابعة صفقة بيع رابحة جدا جدا إن شاء الله. وبكده لما بيكون عندي مستويات مقاومة وأنا انتظرت نموذج شموع يابانية انعكاسية سواء غربان ثلاثة سود أو غيرها، فده بيكون أحسن وأفضل. على هذا الأساس إذا تشكل معي هذا النموذج أدخل ابتداء من الشمعة الرابعة صفقة بيع نزول، بتكون رابحة بنسبة كبيرة إن شاء الله. أعيد وأكرر، في هذا النموذج الغربان الثلاثة السود مش محتاج شمعة رابعة للتأكيد، لا أنا هدخل ابتداء من الشمعة الرابعة مباشرة بمجرد إقفال الشمعة الثالثة، وهذه هي الشروط اللازمة والكافية لتكون نموذج الغربان الثلاثة السود. ويمكن التعود على هذا النموذج بسهولة على الرغم من ندرته في السوق. أهم شيء المتداول يفهم النموذج، وليس شرطا أن يحفظ شكله أو اسمه أو القواعد بتاعته، المهم يفهم حينما يتكون هذا النموذج بتكون شروطه إيه، وإزاي يفعله، وإزاي يدخل من خلاله الصفقات المطلوبة. ودلوقتي هناخد أمثلة تطبيقية عملية على نموذج الغربان الثلاثة على الشرط. المثال الأول في الرسم اللي قدامي ده على الشرط، لاحظ عندي اتجاه صاعد، لاحظ معي الشمعة الخضراء اللي عليها السهم، شمعة صاعدة، ولكن لاحظ الشموع الثلاثة الحمراء اللي جت بعدها، ازاي فتحت وازاي اغلقت. لو تلاحظ ان الشمعة الحمراء الاولى مع الشمعة الخضراء اللي قبلها مبدئيا كده عملوا لي نموذج ابتلاعي، جه بعده مباشرة انعكاس في الاتجاه. بالإضافة إلى النموذج الابتلاعي، الشكل اللي معايا بعد كده نموذج الغربان الثلاثة السود، يبقى عندي الشمعة الأولى حمراء والشمعة الثانية أيضا بيعية حمراء، فتحت في نطاق الشمعة التي قبلها وأغلقت أدنى منها. نفس الشيء بالنسبة للشمعة الثالثة، أيضا لو تلاحظ فتحت داخل نطاق الشمعة الثانية وأغلقت أسفل منها. عشان كده الشروط الأساسية لهذا النموذج كده كلها متكونة ومتوفرة عندي. ولو تلاحظ أن أيضا الشموع ممتلئة إلى حد ما بشكل واضح. كده يبقى أنا عندي نموذجين متكونين، الأول نموذج الابتلاعي، الشمعة الحمراء ابتلعت الشمعة الخضراء التي قبلها، ثم ثلاث شموع وراء بعض تمثل الغربان الثلاثة. خد بالك، أنا لو ما كنتش خدت بالي من النموذج الابتلاعي فأنا أكيد هاخد بالي إن أنا معايا نموذج الغربان الثلاثة الذي يدل على الإنعكاس المحتمل للسعر. لو جيت أدخل بناء على النموذج الابتلاعي ممكن أدخل من الشمعة الثانية أو الثالثة، أما لو حبيت أدخل بناء على نموذج الغربان الثلاثة فهدخل ابتداء من الشمعة الرابعة صفقة ربحانة بإذن الله. بمعنى أصح، أنت ممكن تدخل صفقتين أكيدتين وعندك احتمالية كبيرة جدا للمكسب وتحقيق الربح، نظرا لوجود نموذجين انعكاسيين من الشموع اليابانية متحققين في وقت واحد على هذا الشرط. عندي النموذج الابتلاعي وكذلك نموذج الغربان الثلاثة السود. أهم حاجة من خلال تحليلك للشموع تحليل صحيح، عمرك ما هتدخل صفقة عشوائي، وإلا أصبح التداول مقامرة وليست متاجرة. ده نموذج نادر جدا، والنموذج اللي قدامي ده على فريم الأربع ساعات على زوج العملات باوند دولار. استكمالا لهذا المثال، عندي كمان على الشرط لو تلاحظ برضو نموذج دارك كلاود باترن، نموذج السحابة المظلمة متحقق. عندي شمعة خضراء طويلة تلتها شمعة حمراء أغلقت عند مستوى
أقل من 50% من مستوى الشمعة الخضراء. هو ده نموذج السحابة المظلمة اللي احنا خدناه قبل كده. بس لو انت فاهم شموع يابانية كويس هتلاقي ان النموذج ده غير مثالي، لان النموذج المثالي المفروض فيه ان الشمعة الحمراء تفتح اعلى من ظل الشمعة الخضراء، بس ده ما حصلش عندي هنا. عشان كده بنقول ان النموذج ده نموذج غير مثالي. بس لو لاحظت ان من بعد ما تكون هذا النموذج على الرغم من انه غير مثالي الا ان السعر هبط على طول من بعد تكون هذا النموذج، وعلى هذا الاساس ممكن تدخل صفقة بيع او اكثر. مثال اتنين عندي على الشرط، عندي اتجاه صاعد في نهايته شمعة خضراء، جاء بعدها ثلاث شمعات حمراء تمثل نموذج الغربان الثلاثة 3 Black Crows. سعر إغلاق كل شمعة أقل من سعر إغلاق الشمعة التي قبلها، وده نموذج مثالي للغربان الثلاثة. من بعد تكون هذا النموذج وصل السعر اتجاهه في النزول نظرا لتدخل البائعين بالبيع اللي انت ممكن تدخل معاهم صفقات بيع ابتداء من الشمعة الرابعة. مثال ثلاثة عندي على الشرط، نموذج يشبه الغربان الثلاثة. أولا عندي اتجاه صاعد، تكون في آخر هذا الاتجاه شمعة شرائية خضراء كبيرة، جاء بعدها لو تلاحظ شمعة شهاب شوتينج ستار. أنا لو جيت أتداول بناء على نموذج الشهاب أتداول على أساس شوتينج ستار شمعة عاكسة للاتجاه الصاعد، على أساس إن أنا هدمج شمعة الشهاب مع الشمعة التي قبلها والشمعة التي بعدها يصبح عندي هذا النموذج نجمة المساء اللي هو شوتينج ستار، وده نموذج زي ما احنا عارفين عاكس للاتجاه الصاعد. وكل دي دلالات انعكاسية. ودلوقتي لو انا اضفت للشمعة الحمراء الاولى كمان شمعتين الثانية والثالثة هلاقي عندي اتكون نموذج الغربان الثلاثة السود، الشمعة الاولى حمراء بيعية وكذلك الثانية والثالثة. لو تلاحظ ان الشمعة الحمراء الثانية افتتحت داخل نطاق الشمعة الأولى وأغلقت أسفل منها، وكمان الشمعة الحمراء الثالثة، بس السر كله يكمن في هذه الشمعة الحمراء الثالثة. عندي فيها مشكلة، لو تلاحظ أنها فتحت وأغلقت داخل نطاق الشمعة الثانية. خد بالك لو كانت الشمعة دي لونها أخضر كان ممكن أعتبرها نموذج هرامي، بس هي علشان نفس لون الشمعة التي سبقتها حمراء فإنها شمعة بيعية. ولو لاحظت كمان إن الشمعة الحمراء الرابعة فتحت أعلى من افتتاح الشمعة الثانية وأغلقت أدنى من إغلاق الشمعة الثالثة والثانية، في هذه الحالة أنا ممكن أعتبر إن الأربع شمعات مع بعضيهم ده بيمثل نموذج الغربان الثلاثة، على أساس إن أنا لغيت الشمعة الثالثة ودمجتها في الشمعة الرابعة، يبقى كأن عندي ثلاث شمعات حمراء متتالية تمثل نموذج الغربان الثلاثة. بس عايزك تلاحظ إن اللي خلاني أعمل كده هو صغر حجم الشمعة الثالثة ولونها الأحمر، وكمان فتحها وإغلاقها داخل نطاق الشمعة الثانية، يبقى كأنها مش موجودة، وخاصة أنها لها نفس لون البائعين اللي هو اللون الأحمر. كمان الشيء التاني اللي خلاني ألغي الشمعة الثالثة هو أن الشمعة الرابعة فتحت أعلى من فتح الشمعة الثالثة، أي أن الشمعة الرابعة ابتلعت الشمعة الثالثة، وده يخليني أنظر إلى هذا النموذج على أنه نموذج الغربان الثلاثة 3 Black Crows. المثال الرابع عندي على الشرط، ده نموذج مثالي بنسبة 100%، ثلاث شموع حمراء ينطبق عليهم نموذج الغربان الثلاثة السود. في نهاية اتجاه صاعد تكون هذا النموذج، من بعد تكونه
ممكن أدخل صفقات بيع وأنا مطمن، بس لو لاحظت في شمعة خضراء جت بعد الشموع الثلاثة الحمر، بس دي شمعة تصحيحية، من بعدها السعر كمل نزول على طول، عشان كده ممكن تدخل مع السيلرز صفقات بيع وانت مطمن ان دي صفقات مضمونة بنسبة 100%. اما المثال الخامس والاخير عندي النهاردة على الشرط، لو جيت استخدم الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات، واضح ان المنطقة المظللة باللون الاصفر كلها منطقة مقاومة، في متداولين ممكن تبيع عند هذه المستويات، ومجرد أن يصل السعر إلى هذه المنطقة المظللة منطقة المقاومة، وده يعتبر خطأ كبير جدا، لأن ممكن السعر يكمل ويخترق منطقة المقاومة بدون أي مشاكل. عشان كده بيجي دور أهمية الشموع اليابانية. إذا تشكل عندي نموذج انعكاسي عند منطقة المقاومة، فده بيعتبر أداة قوية لدخول الصفقات. عشان كده احنا بنفضل نستنى لما يتشكل النموذج، وبعد كده نتداول بعد منطقة المقاومة، احسن من اني ابيع مباشرة عند منطقة المقاومة. اهم حاجة يبقى تحليلك صح عشان اكون فاهم انا ليه ببيع او ليه بشتري. وكمان عايزك تلاحظ اني بعت بعد ما كان عندي مستويات مقاومة وعندي نموذج شموع يابانية انعكاسية، انا بستنى اغلاق الشمعة اللي بتيجي بعد كده، وبعد كده افعل النموذج. بكده تبقى انت محلل فني فاهم، مش مجرد بتدخل صفقات وخلاص. لو بعت بمجرد وصول السعر لمستوى المقاومة فده غلط كبير جدا، وبكده يبقى انتهينا، والحمد لله الكبير معلمي الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.